صباحو صباحو، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البعض تصل فيه الحالة المرضية النفسية لأنه ليس فقط يزعل ويتضايج عندما يجد عند الآخرين الخير، الثراء والغنى والفرح والسرور، ليس فقط يتضايق بل تروح للحالة النفسية تتطور عنده من كثر ما يكررها ويمارسها باستمرار، تروح عاملة عنده حالة مرضية شديدة بحيث يفرح لحزن الآخرين ويفرح لمرض الآخرين ويفرح ويسعد لشقاء الآخرين ولضيق الآخرين. يعني ينقلب عندنا الميزان النفسي وحالة مرضية متفاقمة جدا، ويزداد سوءا بحيث يرى الفرح والسرور عندما تنتاب المشكلات والهموم والضيق والضجر والفقر والمرض للآخرين، خاصة للأقرباء، وهذا موجود عند كثير من الناس، وهايل أبعد ما يكونون عن عملية السعادة وجذب الخير لأنفسهم. فضلاً أن هذه الحالة المتفاقمة سوف تزداد يوماً بعد يوم سوءاً، وهذا بيدخلون في دهاليز مظلمة جداً. فإذا كنت واحد منهم يمارس هذه العملية ومستمر فيها، فانتبه لنفسك واستيقظ فوراً.